السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ابو ياسر، معرض قوت النباتات الزينة الداخلية والخارجية على صفحتها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب ازرع بيدك وزين بيتك. وقبل ما نبدا يا جماعه الفيديو، ما تنسوش الصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم اشعارات جديده من الفيديوهات، وعمل لايك يا جماعه والمشاركه مع الاصدقاء. ويلا بينا نزرع. النهارده هنتكلم على نبات المرمريه وكيفيه الاستخدام وفوائدها الجميله الطبيه والاستخدام. خليكم تابعوني لنهايه الفيديو ويلا بينا نبدا يا جماعه. المرمريه الاسم العلمي للنبات سيلفا إيفينالس، والمرمريه هي احدى الاعشاب العطريه المعمره التي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحيه وتستخدم في تصنيف الادويه، ولها فوائد عرفت استخدمت منذ القدم. وتتميز اوراق المرمريه باللون الاخضر المائل الرمادي وملمس اوراقها ناعم مثل القطيفه، وهي شجرة معمرة تحتوي على الزيوت الطائرة ذات الرائحة الكافورية. تعتبر من فصيلة الريحان والنعناع، وتعرف أيضا باسم القصعين والسلامية والقصعية وحشيشة مريم والمريمية والعزيقان وأخيرا الكوسية. أحد الأعشاب المعروفة منذ قديم الزمان، وهي شجرة معمرة دائمة الخضرة ذات نكهة حادة ورائحة عطرية. تتواجد في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا. استخدمت منذ العهد الروماني للعديد من الأغراض الطبية والعلاجية، وحاليا تدخل في صناعة العديد من المستحضرات الطبية والدوائية. تنمو المرمرية في التربة القلوية والرملية، ووجود إضاءة الشمس كافية، وتمتاز بأفرعها الخشبية. أوراقها الفرعية ذات اللون الأخضر المائل إلى الرمادي، وتزهر في فصل الصيف وزهور بنفسجية وزرقاء جالبة للنحل. هنتكلم على استخدامات المرمرية وأصنافها. عادة ما تستخدم أوراق المرمرية في العديد من الأغراض الطبية والعلاجية، أو في الطهي، أو كمشروب عشبي، ويوجد لها عدة أصناف. منها المرمرية ثلاثة الفصوص، نسبة إلى شكل أوراقها المنتشرة في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، والمعروفة في استخدامها مع الشاي. مرمرية كلاري، وهي مشهورة بأوراقها العطرية ذات الرائحة القوية المستخدمة لعلاج مشاكل الحنجرة واحتقان الحلق وفي صناعة العطور. أخيرا مرمرية الأناناس، التي تستخدم أوراقها الطازجة لإضافة النكهة للمشروبات والحلويات المختلفة. هنتكلم على أهم فوائد المرمرية الطبية. تحتوي عشبة المرمرية على مركبات وزيوت طيارة وأملاح معدنية وفيتامينات معروفة بقدرتها على الوقاية من العديد من الأمراض. وللمرمرية للالتهابات والفطريات، أو مركبات المستخلصة من المرمرية من الزيوت الطيارة التي تحتوي على الكينات، بينما تحتوي أوراقها على مركبات السينول وحمض التانيك والبرونيول، وكل تلك المركبات لها خصائص مقاومة للتهيج والتحسس، ومضادة للالتهابات، ومضادة للحساسية، ومضادة للفطريات، وخواص مضادة للتعفن. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم اشعارات جديدة من الفيديوهات. يساعد في علاج الزهايمر وتقوية الذاكرة. فأثبتت الدراسات أن استخدام المرمرية لمدة 4 شهور يحسن من مهارات التعلم والذاكرة لدى المرضى المصابين بمرض الزهايمر في المراحل الأولى إلى المتوسطة. وتعرف المرمرية بمشروب المفكرين، فهي تساعد على التركيز لاحتوائها على مستقبلات السيروتونين التي تساعد على زيادة التركيز وسرعة البديهة. ويساعد شاي المرمرية أيضا في علاج الاكتئاب والحزن. المرمرية وقرح الفم، تعتبر علاج جيد جدا لعلاج قرح الفم النتيجة عن نزلات البرد والمعروفة باسم هيربس الشفاء. فعند استخدام كريم من المرمرية وعشبة الروائد
فذلك يساعد على شفاء تلك القرحات في 7 أيام فقط، ويكون المفعول أسرع عند مزج المستحضرين معا. ويمكن استعمال أوراق المرمية كبديل لمعجون الأسنان لتقوية اللثة وتبييض الأسنان. المرمرية وأمراض القلب. تحتوي المرمرية على أحد مركبات الفلونيد المعروفة باسم سلفنجينين، والتي تساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. ومن فوائد المرمرية أنها تحتوي أيضا على العديد من الأملاح المعدنية كالزنك والبوتاسيوم، الذي يساعد في الحفاظ على معدل ضربات القلب وضغط الدم، بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والنحاس. المرمرية والألام الدورة الشهرية والطمس. ينصح باستخدام عشبة المرمرية قبل الدورة الشهرية بفترة قصيرة، لأنها لها قدرة على تحسين الحالة المزاجية وتخفيف الألام وتشحنات الطمس، كما تعمل على حماية المبيض من الالتهابات. المرمرية وألام الجهاز الهضمي. تساعد المرمرية في تحسين أداء الجهاز الهضمي، وتساعد على علاج الإسهال والمغص والانتفاخات وعصر الهضم والألام المعدة. المرمرية هو الحالة المزاجية. يستخدم زيت المرمرية في تدليك الجسم، ويساعد على الاسترخاء والتخلص من العصبية والتوتر والقلق والصداع. المرمرية والسكري. من فوائد أنها تساعد على خفض نسبة السكر في الدم. المرمرية والعيون. تحتوي المرمرية على مجموعات فيتامين بي مثل حمض الفوليك والسيامين والروبافلافين، ما تحتوي على نسبة عالية من فيتامين البيكتاروكوتين، وبالتالي فهو مفيد في تقوية النظر والحفاظ على صحة العين. المرمرية والسرطان. من المعروف أن تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين A تساعد على الوقاية من سرطان الرئة والفم. فوائد المرمرية للتنحيف. في الواقع اختلف الأبحاث فيها، فيخص قدرة نبات المرمرية على انقضاض الوزن. ففي الوقت الذي يرى البعض أن لا يوجد دليل علمي قوي حتى الآن يؤكد على قدرة المرمرية على تخفيف الوزن، لكن هناك بعض الدراسات لا تحاول الربط بين ما تقدمه النبتة للذاكرة وعلاقة ذلك بخفض الوزن، حيث أظهرت دراسات أجريت عام 2013 أن زيت المرمرية يمكن أن يساعد في حماية الجسم من الإجهاد المؤكسد. فهذا النوع من الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى الإصابة ببعض الحالات مثل السمنة والسكري وضغط جهاز المناعة وغير ذلك. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعارات جديدة من الفيديوهات. هنتكلم على فوائد المرمرية للشعر. استخدمت المرمرية منذ زمن علاج تجليد للشعر الأبيض وتعزيز نمو الشعر من جديد. وفقا لمركز جامعة ميلاميند الطبية، فإن المرمرية تحتوي على مضادات الحساسية بالإضافة إلى بعض الخصائص المطهرة، كما تعتبر مصدر للمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم والفيتامينات. لكن في النهاية يجب استشارة الطبيب، وقد يكون تساقط أو مشاكل الشعر ترجع إلى وجود مشاكل صحية أو وراثية. يمكن استخدام نبات المرمرية للشعر كالتالي. الطريقة الأولى، يمكن استخدام شيء المرمرية لشطف الشعر. قم بإضافة كوب من الماء المغلي إلى معلقة من أوراق المرمرية المجففة، وانظر حتى يبرد المزيج، ثم قم بتصفيته من الأوراق، ثم قم بغسل شعرك كالمعتاد، ثم أضف في النهاية من المزيج على فروة رأسك كشطف في نهاية. الطريقة الثانية، يمكن استخدام صبغة المرمرة على المناطق التي ترغب في تكثيف الشعر فيها. فبعد غسيل شعرك وشطفه، قم بتطبيق قطرة من صبغة المرمرة على المناطق المرغوب، وقم بعمل مساج لطيف على المنطقة الرطبة، وتوقف في حالة شعرك أن الكحول في الصبغة يسبب تهيج بفروة الرأس. والطريقة الأخيرة، يمكن استخدام اللون الصبغي للمرمرية وزيت الزيتون كعلاج ليلي، مع خلال إضافة قطرات من صبغة المرمرية مع معلقة من زيوت الزيتون، وعمل مساج على الفروة، ثم قم بغسل شعرك كالمعتاد في الصباح.
المحتوى الغذائي يحتوي كل 100 جرام من عشبة المرمية على المواد الغذائية كالتالي: من الدهون 75 جرام، من السعرات الحرارية على 315 سعرة حرارية، ومن الدهون المشبعة على كل 10 جرامات، من الكربوهيدرات على 73 جراما، من الألياف 30 جراما، من البروتينات 63، ولا يحتوي على مواد من الكوليسترول. مغلى المرمرية: يتم تحضير المغلى من المرمرية بوضع قبضة من الأوراق المرمية في لتر من المياه المغلي، ثم يغطى ويترك لمدة 10 دقائق، بعد ذلك يصفى ويشرب. يا جماعة، الأوراق المطحونة: حيث يتم تجفيف الأوراق في الظل، ومن ثم تسحق بشكل ناعم وتستخدم. منقوع المرمرية: يحضر المنقوع بوضع مقدار قبضة من أوراق العشبة في لتر من المياه البارد، ويترك لمدة 8 ساعات على الأقل، ويمكن أن بعد ذلك أن يستخدم. ما شاء الله يا جماعة على فوائد المرمرية، حاجة جميلة جدا، فوائد لا تعد ولا تحصى، وأنا أول مرة أشوف الفوائد الكتيرة ديت، وما شاء الله يا جماعة الواحد يبدأ استخدامها من النهاردة. إن شاء الله يا جماعة هعمل لكم فيديو مخصوص على عملية الإكسار لنبات المرمرية في جزء تاني النهاردة، حبيت بس في الحلقة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.